كما كتلاحظوا معنا مشاهدين ومتابعين عبر جريدة الحدث الأخضر مباشرة من الحي ديال الشاب طه حارس المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة. لحظات قليلة وغيكون الوصول ديالو في هذا الأثناء. الكل صراحة واقف، الكل كينتظر يعني الوصول ديالو بالورود والأغاني. وصول ديال حارس المنتخب الوطني المغربي كما كتلاحظوا معنا بالصوره، اجواء رائعه، العائله ديالو، الاصدقاء، الكل فرحان، الكل كينتظر الوصول ديالو. الصوره امامكم من امام المنزل ديال المشاهدين ومتابعينا. الصور كيصب عليه
سير خلينا ندوز. كما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين اجواء رائعه للحي ديال حارس مرمى المنتخب الوطني الاقل من 16 سنه احتفاليه.